جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما صحة القول المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بفناء النار؟ لا حاجة لك بهذه المسألة، ولا تسأل عنها يوم القيامة، وليست من أمور دينك، أي من فضول المسائل اتركها. وهي نسبت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، الله أعلم، لكنها لا يترتب عليها فائدة دينية. نعم.